أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب حذر موسكو خلال اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من تدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة. وقالت الرئاسة الأمريكية في بيان صدر في ختام الاجتماع الذي عقد في المكتب البيضاوي بين ترامب ولافروف بعيدا عن عدسات المصورين أن الرئيس ترامب دعا روسيا أيضا إلى حل النزاع مع أوكرانيا، إلا أن لافروف نفى أن يكون قد بحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الاجتماع المغلق مسألة التدخل في الانتخابات الأمريكية.